وزارة الداخلية تقبض على خروف. شنو أبو أحمد؟ وزارة الداخلية تقبض على خروف. إيش قصة هالخروف؟ أقول لكم إياه بعد ما تشوفون التقرير. عطني إياه أبو خرج. تابع الرسائل اللي يبعثني من الدواعش، ما في اتصالات، كل واحد يتسيل ما ادري، يتقشمرون بعض المشاهدين. يبا اترك لهم فرصه الدواعش يتصلون. عطهم يا مخرج ثاني مره الرقم على 2263-3762 2264-924. ابي داعش يتصل، اذا مو داعش من حزب الله يتصل مثلا. يلا فتحنا وسعنا، يا حزب الله يا داعش من تبون؟ يلا ابي واحد من حزب الله يتصل بعد يتحاور. ها وبعد ايش قصة الخروف الحين؟ سيارة خدمات وزارة الداخلية صارت تنقل خرفان. عطني يا تو بوكس يا مخرج، هل العميد عادل يرد علينا باكر؟ دزوه حق العميد عادل الحشاش. يعني انا اعرف سيارات وزارة الداخلية الخدمات حق خدمات مو حق نقل الخرفان. عطني اياه يا مخرج. مجهز؟ مش هذه سيارة واني، هذه وانيت حق وزارة الداخلية خدمات. وزارة المنظر والله العظيم مو حلو. سيارة وانيت وزارة الداخلية تشيل خروف، ليش؟ مو حلو المنظر، مو سيارة جديدة، شحلاتها ومصبوغه ومواصفات خاصه، واخر شيء خرفان. من لوزارة الداخليه مو ترى المنظر مو حلو.